صباح الخير. بنهاية الأسبوع لبنان كان على موعد مع العدالة. بعد أكثر من 3 عقود صدر حكم المجلس العدلي بقضية اغتيال الرئيس بشير الجميل. رمزية هالقرار أنه العدالة وإن كانت بطيئة إلا أنها هي الطريق الوحيد لإحقاق الحق. هالملف بعيد الضوء إلى ملف اغتيال الرئيس روني معوض والرئيس الشهيد رفيق الحريري وسائر الشهداء. لتكون العدالة ولو بعد حين هي صمام الأمان بوجه كل شخص بيعتقد أنه قادر يفلت من العقاب. على طريق بناء الدولة كانت الخطوة الأولى، والطريق طويلة، ولكن العدالة وحدة قادرة تعيد هيبة الدولة وأنصاف الشهداء وصولا إلى شهداء ثورة الأرز. من الملفات القانونية العالقة إلى ملفات اجتماعية ناطرة بدورة إنجاز حقيقي، فالمطامر بلبنان ما انتهت فصولها بعد، وبتبقى أنابل موقوتة مع ارتفاع نسبة التلوث والأمراض الناتجة عنها. مطمر الناعمة بيرجع إلى الضوء مع ازدياد نسبة الأمراض السرطانية، ولهالسبب أطلق عليه البعض اسم مطمر الموت. بتقريرنا لليوم منضوي على هالموضوع يلي شغل الرأي العام لسنوات، ولكن بقيت الحلول جزئية. فمع غياب المعالجة والفرز وإعادة التدوير تبقى الحلول منقوصة. كل التفاصيل مع زميلنا خالد أبو شقرة. السبب الرئيسي يعني 90% من الاسباب المباشره هو في المطمر الموجود بالنعمه، وفي عندك معمل سبلين كمان، يعني اذا بتروح على كمان على برجة بتشوف نسبه الامراض كمان نفس الشيء. فهذا الموضوع هلا كمان بكل المناطق بلبنان حيصير مستشر، يعني اذا الدوله ما رح تلاقي حل حنضل بنفس المشكله ان شاء الله. يعني كل هالوزراء اللي عندنا او هالنواب او حتى الرئيس ما سافر على دول اوروبا، ما سافر على امريكا، ما عارفين انه في معامل للنفايات يعملوها انه يعني يعملوا لها ستيرنج يشيلوا ضرر على الناس. هو جينيتكس وكمان انفيرمنتال، فالواحد بيعمل فحوصات قبل وبيحافظ على بيئته كمان. كل شيء الجو هو اهم من انه المطامر وغيره. يجمع غالبية المواطنين على أن التلوث البيئي هو واحد من أكثر الأسباب المؤدية إلى ارتفاع أعداد المصابين بالسرطان. آراء بتتحول لحقيقة مرة بالمناطق المجاورة للمكبات والمعامل. قرى الشحار الغربي مثل عرمون، بعورتة، عبي، لبستين وغيرها اللي بيوقعوا فوق مطمر النعمة بشكله مثال صارخ. فالمطمر اللي استوعب على مدى 20 عام نفايات بيروت وجبل لبنان بمعدل 2000 طن يوميا من النفايات المشكوك بفرزها أدى إلى مشاكل صحية بالقرى المجاورة. ندى العياش حالي من آلاف الحالات، ذنب الوحيد أنها سكنت بجانب المطمر، ما عرفت كيف شفيت من سرطان الثدي حتى عاد وأصابها بالرأس والجيوب الأنفية. صار المطمر على بعد 100 متر تقريبا، الروايح بتأذينا وبتأسس لنا الأشياء، مثل أنا عملت لي الجيوب الصحايا. أنا كنت مريضة وأكلتها بهالحالة هايدي، وكتار ناس يعني تأذوا مش بس أنا. كل ما أنا عايشة حضلني أخذ هيدا العلاج كل حياتي. إيه برأي الطبيب معن هنيدي اللي بيملك مستشفى مجاور، فإنه المطمر وإن لم يكن المسبب الوحيد لازدياد حالات السرطان، فإنه الغازات اللي نتجت عنه قبل تحويلها لإنتاج الكهرباء مؤخرا تعد سبب مهم لواحد من أخطر أنواع السرطانات. الاستنشاء يعني هو السبب المنطقي اللي يكون هو الاستنشاء، يعني هالبلاستيك اللي عم ينحرق هيدا كلها مواد مسرطنة مثبتة 100%. أوكي، أكثر شيء بيتأثر هو أول جهاز بيستقبله اللي هو من البلعوم ببلش، بيخلص بالقصبات الهوائية وبيخلص بالرئة. ولهيك عم نشوف
زيادة أعداد سرطان الرئة. أقفل مطمر النعمة وحولت الغازات إلى إنتاج الكهرباء، لكن المشكلة لم تقفل، فالمطمر فرخ عشرات المطامر المسرطنة والملوثة، ولم يتم اللجوء إلى الحلول البيئية إلا ببعض المناطق، ولعل أبرزها بارلياس اللي دعم فيها الاتحاد الأوروبي إنشاء معمل نموذجي بيخدم 200 ألف مواطن من دون أي ضرر. المعمل اللي تم إنجازه أكيد ما له أي مخاطر، لأنه بيعتمد على تقنيات عالمية ومتعارف عليها لمعالجة النفايات، واللي بيتم طمره آخر شيء هو عبارة عن العوادم اللي ما بيكون لهم أي تأثير سلبي على البيئة. الحلول البيئية قد تكون مكلفة، ولكن مهما تعاظمت كلفتها تبقى أرخص من حياة المواطنين. في أمل، في أمل، خفف زعل. منتابع ومنروح إلى الأخبار الثقافية. ومن بعد نجاح مسرحيتها حبيبي مش قاسمين، انطلقت الممثلة رولا حمادي بعمل مسرح جديد بعنوان لو دريت عنك حبي على مسرح الجميزي. مسرحية بتجمعها مع الممثلة نوال كامل تحت إخراج الممثل والمخرج جابرييل يمين، وكل التفاصيل بهالتقرير. انا بنتي وربايه ما راح اطلع علماك اذا هو كان جنتلمان معه وما صار يظهر عليا. يعني اذا ظهر عليا بتطلقوا؟ يي لا بتعمل. قليتي بنتي كيكي بتحافظ على بيتها لو شو ما صار. مش هيك كيكي؟ ما بعرف شو متجوزه من قبل. جميله جيلنا جاي جيلو. مثل عادتها استوحت من مشاكل المجتمع، من المشاكل العائلية لعلاقة الأولاد بأهلهم، من مشاكل الشباب ومشاكل الثنائي لتتناولهم بأعمالها المسرحية، وتتناول مواضيع جريئة من النادر أنه يتم التكلم عنها، مواضيع مرآة لمجتمعنا اليوم. حولتها الممثلة والكاتبة رولا حمادي إلى عمل مسرح جديد أتى كجزء ثاني لأول مسرحية إلى حبيبي مش قاسمين، وحملت عنوان ولو داريت عنك حبي من إخراج جابرييل يمين، تمثيل رولا حمادي، نوال كامل، لينا سويدي وفريد شوقي. بتبلش المسرحية تحضير العرس، بعد بكرة العرس والفستان منه جاهز، فمنجي أنا وبنتي العروس وحميتها اللي هي نوال كامل، لحتى نشوف شو بدنا نعمل، كيف بدنا نظبط هالفستان العرس بعد بكرة، وبتبلش تتصاعد الأحداث. اسمي كريستين، بيكون عمرها 21 سنة، كتير منفتحة على العالم، بدها تتجوز، مبسوطة بحياتها، هي بنت متبنية، بس أهلها مخنجينة كتير، يعني كتير مرتاحة وكتير مبسوطة وبتلبس اللي بدها إياه وبتعمل اللي بدها إياه. شاب اسمه مارك بحب كريستين، وبعد في يومين بدهم يتجوزوا، فأنا جاي دوري شوي جريء بمجتمعنا العربي، يعني ما في يقول عنه لأنه بكون فضحت كل شيء الخبرية، بجي زدت خبرية رح تغير كل أحداث المسرحية، وبصير في قصص وتشربكات وتصادمات يعني أشياء كتيرة بتتفاعل فيها المسرحية وتنتهي على خير إن شاء الله. ولا مرة بحكي أنا وغادي هذا الموضوع أصلا، من وقت من غرف بنتي كيكي ما عاد ظهر مع غيرها، قبل هيك كان يبقوا فور باي فور، هل ربيع حواليك مبسوطة؟ يا برني ابني محبوب. يعني الصبي مأثر من بيه هاي كرزة أربعة. مسرحية ولو داريت عنك حبي مسرحية بتتأرجح ما بين الكوميديا والدراما، بتضحك وبتبكي وبتحكي عن تفكك العائلة، علاقة البنت بوالدتها، مشاكل التبني، الكذب، الطوايف والطائفية، وغيرها من المواضيع الأنية اللي طرحتها رولا حمادي بمسرحيتها الجديدة اللي انطلقت على خشبة مسرح الجميزة ومستمرة لغاية 23 تشرين الثاني. الشغل مع الممثلين كان كتير حلو، فيني أقول كان كتير سهل وناعم، وأنا بالنسبة لي جدا جدا مريح. إن كان رولا أو إن كان جابي، هودي الناس أنا كتير كتير بحبهم وكتير كتير بعزهم، وأكيد كل ما بيكون في شيء هني بيكونوا شاركين فيه بركضوا بشوفوا. شو عرفك أنت إذا المدى الغلط أو لا؟ صرتي هلا سيبويه؟ مين؟ سيبويه؟ أنا بعرفه أنت ما بتعرفي،
روحي جوكليه وتعرفي عليه. المسرحية دي كانت ناجحة، وهلا بتخيل انه رولا عم بتكفي هالشخصية هالمرة بعلاقتها مع ام العريس والعروس والعريس. عم بيعطوا كتير مجهود، ومنتأمل انه هالمجهود يبين. هلا بدنا بس نصلي انه بالبلد يصير بلدنا احسن، حتى الشباب يقدروا يقلعوا يعني. شو حلو اللي فيتي على الكنيسه مصغيره من فوق والطرحه طويله وراها. قريب ما كريستين، وشو عملت للطرحه؟ طلقت وصاحبت على جوزها المعتر تشارلز. من المسرح منروح إلى الشارع اللبناني، وتوجهنا لكم بسؤال: شو يعني أطيب من العسل الخل ببلاش؟ أجوبتكم من تبع بهالتقرير. من بعد بريك ومنرجع. أطيب من العسل؟ ما في أطيب من ما في أطيب من العسل. مبلا هو إذا كان ببلاش، بس مين بده يأكله الخل إلا بالسلطة أو بالفتوش أو بهالأشياء. إنه الخل شال خل رخيص. قالوني هلا بتشرب 1000 ليرة. العسل لا، العسل 100 كثير، 30,000 و25,000. الخلايا بشيل الكوليسترول، هذا بيظبط الجسم، بيدوزن الجسم شوي، مثل العسل يعني. يعني الخل والعسل مثل بعضهم، أحسن، كل شيء ببلاش أحسن. والله هو العسل ما في أطيب منه. شو هذا؟ ببلاش؟ ما بحب الخل. وإذا ببلاش، إذا كل شيء ببلاش لازم نحن يعني يكون طيب؟ ما. أكيد لا. صدقيني ما كل شيء ببلاش يعني لازم يعني واحد ياخده يعني. وحيات عيونك الحلوين، وانت احلى من العسل. البخيل ما بيركض على شي ببلاش، بلا العسل بيجيب خل. المهم ببلاش، صح؟ عن جد؟ اعطيني خل طيب، اكيد كل شيء ببلاش طيب، لو كان ملح كل شيء ببلاش طيب، بالبلد عنا هيدا بس. بس ما في شيء ببلاش بهالايام، ما طيب، انا ما باكل خل ولا ببلاش. هذا المثل للي بيحب المكسب، اللي بيحب يكسب بيحب الخل ببلاش، عرفتي كيف؟ بس اللي بيدفع مصاري بيعرف قيمة دفع المصاري. هي دائما بتبعوا هذا. اللي معه بيقدر ياكل عسل، واللي ما معه اللي معطر الخل ببلاش. واذا بلاش لا لا ليه بدي اكله؟ مش محشوره ياكل عسل يعني اذا غالي. انا خل ببلاش يعني شيء ببلاش كتر منه. مزبوط مثل ما قال، انه كل شيء ببلاش كتر منه. راح بيستحلوا ياكل عسل بياكل يشرب خل، كمان الخل ما بيضر. حتى لو كان ببلاش طيب، اذا كان ببلاش خل حتى العسل، اذا العسل مدفوع. اه هلا مين انتم؟ مين انتم؟ انتم مين؟ انتم مستعبل؟ والله اهلا وسهلا فيك. الخل ببلاش المعطر الفقير بيستعملوا بالبيت، للكبيس، للمليون شغل. العسل الخل وبلا العسل بهالبلد بصير طيب لانه ببلاش، هيك البلد.